السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أنا وأخوكم الصغير جرمان بن ذيب القحطاني، ساكن في حي شداخة محافظة بيشة، عمري 27 سنة. إلى وقتكم هذا وأنا أعاني من العطالة صار لي 6 سنوات كاملة، مع العلم أني ألف ثانوية عامة وحاسب آلي 6 شهور. لكن في البيت عندي 6 أخوات، والوالد أسأل الله يمتحه بالصحة والعافية، وعندي الوالد مثل ما أنتم شايفين كبير في السن ومصاب بشلل الرعاش، بحيث ان اكله شربه نومه الله يكرمكم دورة المياه لازم يكون معه احد، لازم لازم لازم، بحيث انه ما يقدر يتحكم بنفسه لازم يكون معه. لذلك انا اناشد سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي ولي العهد بانهم يبحثوا لي عن وظيفة حكومية او اي وظيفة بس تكون داخل بيشة، والله والذي لا إله إلا هو إني بأمس الحجر الوظيفة. لقيت وظائف وشركات في الرياض في الشرقة في مناطق بعيدة، لكن كل ما تذكرت وضع أبوي وضع أمي وضع أخواتي ما عندهم أحد بعد الله إلا أنا أتردد وأرجع للأمانة. فلذلك أنا أناشدكم بعد الله سبحانه وتعالى إن تبحثوا لي عن وظيفة تكون في بيشة وسيارة تشيني أنا وأهلي، خصوصا الوالد. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأن كل من ينشر المقطع هذا إن الله يزيل همه ويفرج كربته ويفتح له من أبواب الدنيا يا رب يا كريم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.